أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله والساعة المباركة. واليوم راح ناخذ مجلة الرياضي 30 أكتوبر 1975، علي الملة. الله فدائي ها كابتن علي الملة. صراحة أنا شخصيا من اللاعبين اللي أحبهم جدا كابتن علي الملة، نجم هجوم النادي العربي والمنتخبين الوطني والعسكري، هداف الطراز الأول، نجم لو يعني لو يعني ودخوله الشرطة دخوله للعسكرية أبو غازي شوية أثر على تحصيل الرياضي يعني. نعم طبعا. رسالة من القاهرة افتتح خلال هذا الأسبوع الملعب الرئيسي لنادي الجزيرة الدورة العربية الأولى لكرة اليد على كأس فلسطين برعاية نائب رئيس جمهورية مصر العربية سيد حسني مبارك، كان وقتها نائب رئيس. نعم. ويشارك بطولة 8 دول عربية هي لبنان، البحرين، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب. حضر مراسم افتتاح اللي بدأت في 6 على الأضواء الكاشفة الأمير فهد بن ناصر رئيس الاتحاد العربي، والدكتور عبد الحميد حسن رئيس مجلس أعلى للشباب الرياضة بجمهورية مصر العربية. طبعا كان في مراسم حفل الافتتاح قسم الدورة، فوز منتخب مصر على منتخب فلسطين بعد مباراة اتسمت من الدية، فاز المنتخب المصري في أول مباريات الدورة طبعا وكانت طبعا على منتخب فلسطين، هذه أول فوز. وفاز المغرب على ليبيا 18-10، فاز كذلك السعودية على البحرين 24-15، فوز الكويت على العراق 17-10. يعني ويقولون ان الكويت ومصر والمغرب مرشحون للفوز بالدورة. هذا اي سنة؟ هذا 75. 75 الكويت ومصر والمغرب. نعم. مرشحون للفوز بالدورة. طبعا كذلك مباراة ثانية فاز المنتخب الكويتي على ليبيا 26-14. منتخب الكويت كان منتخبنا زين. اي منتخبنا زين. كذلك فاز منتخب مصر على السعودية 25-15، فاز منتخب فلسطين على العراق 27-22، فاز المغرب على البحرين 21-15. موقف الفرق أبو فهد، الأول مصر 6 نقاط 48 هدف، ثاني المغرب 6 نقاط 39 هدف، ثالث الكويت 6 نقاط 33 هدف، الرابع السعودية 4 نقاط. يعني 6 نقاط أول مكرر 3. صحيح. الكويت والمغرب ومصر. وتقرر أن يقوم الاتحاد الكويتي لكرة اليد بتنظيم مسابقة كأس أندية الأبطال في الدول العربية شهر أكتوبر 76. يعني رأي خالد الحربان في مباراة الكويت وليبيا، يعني أعتقد ترأس اتحاد اليد صحيح معلق الكبير خالد الحربان، لم يقدم فريق الكويتي في الشوط الأول ما هو منتظر منه، وفي الشوط الثاني ظهر الانسجام واضحا ينشط الفريق بصورة أفضل، كما أن مستوى الفريق الليبي انعكس على أداء فريقنا، ولمع منه حارس مرمى فؤاد جرافة حارس مرمى ليبيا. أما نجوم الكويت فهم جاسم ذياب وعلي عباس. صحيح، علي عباس حارس المرمى. إيه نعم. لاعب حارس مرمى النادي العربي. نعم. وأيضا جاسم ذياب نجم النادي العربي. هذه صورة جميلة لي. المنتخب. طبعاً. مدير المنتخبات حاليا. لخالد الحربان أستاذ. نعم. قدير خالد الحربان. وهني هذه نائب رئيس الجمهورية حسني مبارك الله يرحمه يتسلم طبقا تذكاريا هدية من رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد الأمير فهد بن ناصر ابن عبد العزيز. طبعا ايش رايك نطلع فاصل؟ إن شاء الله. طبعا انا نويت ان جاسم ذياب كان لاعب نادي العربي والمنتخب الوطني ومدير منتخبات بس مو حاليا. نعم. سابقا يعني. اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول مع مجلة الرياضي سنة 75. عدل
يعني في مباريات الاسبوع، في الاسبوع الثالث مستوى هابط ويدعو القلق. كره القدم طبعا دوري الكويتي يعني يتكلموا عن يعني احصائيات، بعض الاحصائيات فوز الكويت على التضامن 4-0 والساحل على الصليبيخات 1-0 وفاز القادسيه على الشباب 4-0 كذلك. يعني هذه طبعا كانت المباريات. عندنا دوري الكره الطائره خلال هذا الاسبوع انتهت مباريات القسم الاول لدوري انديه الدرجه الاولى للكره الطائره. تصدر القادسيه الدوري بعد فوزه على الشباب 3-0. يعني هذا فوز الكويت على خيطان 3-0. يعني هذا كان. وعندنا دوري تحت 17 سنه للكرة. زين كره الطائره تطروا عن النجوم موجودين اذا في اسامي ذاكرين والله يا ابو فهد نعطيها حقها بس. اي نعم والله يا ابو فهد يعني متكلمين. اي نعم اي شو يعني متكلمين عن عبد الرضا النادي طبعا اعتقد القادسيه يعني مذكرين والله ابو فهد يعني بعض لكن طلعين عن النتائج بس. دوري تحت 17 فوز القادسية على الشهداء 2-1. فوز القادسية على الشهداء 2-1 في دوري 17. هذه طبعا نتكلم احنا كذلك الطائرة. نعم. وعندنا التضامن يهزم اليرموك بكرة اليد 20-15 في دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد. تقابل فريق التضامن اليرموك تحت 20-15 لنادي التضامن. الناس والرياضة. رئيس التحرير للقاهرة قادر البلاد للقاهرة صباح يوم السبت الماضي زميل عثمان راشد رئيس التحرير الرياضي مع عبد الرزاق دويسال لتغطية أخبار الدورة العربية الأولى لكرة اليد على كأس فلسطين والتي بدأت في القاهرة في نفس اليوم وتشارك فيها مثل ما قلنا 8 منتخبات بينها الكويت اللي كانت متصدرة مع المغرب ومصر مرشحة كانت الكويت. جواد خلف لاعب نادي اليرموك ومحمد الحرز لاعب الجباز بنادي السالمية وخالد البحر لاعب الطائرة بنادي كاظمة وصالح مدو لاعب الطائرة بنادي الكويت قادر البلاد القاهرة متابعة دراساتهم بالمعهد العالي للتربية الرياضية. الرياضي صحيح. اي والله نجوم. اي والله. كذلك عندنا عبد الحميد حسين رئيس نادي اليرموك وأمين صندوق اتحاد كرة القدم سافر إلى لندن يوم السبت الماضي. النادي العربي أعلن الحداد على وفاة لاعبه. أعلن النادي العربي يوم السبت الماضي الحداد حزنا على وفاة لاعب مهدي حبيب السماش اللاعبي فريق كرة السلة بالنادي حيث توقفت كل النشاطات بالنادي وقام عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبو كرة السلة والفرق الرياضية وأعضاء النادي بزيارة منزل الفقيد وتقديم التعازي لأهله. يوسف شملان رئيس قسم التربية الرياضية بجامعة الكويت الذي يكمل دراسته العليا في أمريكا وعد بزيارة الأهل والأصدقاء خلال ديسمبر المقبل لقضاء عيد الأضحى وعياد الميلاد ورأس السنة. الشملان طبعا اداري اكيد اداري يعني ناجح يعني ناجح يعني انت كان مع نادي القادسيه كان لاعب ولما لما استلم الشهيد فهد الاحمد رئاسه النادي انخرط في العمل الاداري وبعدين انتقل الى الاتحاد الكويتي لكره القدم مدير المنتخبات في العصر الذهبي وصلنا التجوري وغازي. تجوري صوره ابراهيم دراهم يلتقي بالقراء في الأسبوع القادم نجوم الملاعب إبراهيم دراهم. صورة جميلة لأبو محمد كابتن منتخب الكويت وكابتن نادي الكويت ومنتخب العسكري أيضا كابتن إبراهيم دراهم النجم الخلوق جدا. نختم فيها حلقتنا أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد عبد الجليل إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.